لاباس؟ الحمد لله. بالنسبه للناس اللي ما تعرفكش انت، وجهه مالوف في المظاهرات في المسيرات، خاصه كل ما يتعلق بفلسطين ديما متواجد. ربي فضلك، هذا فضل فلسطين علينا وهذا اقل واجب. اليوم التونسي مازال يهبط للشارع يتظاهر يطالب بحقه. فانا حق الحق الفلسطيني ولا الحق الفلسطيني والحق الحق الفلسطيني والحق الاجتماعي في البلاد. الحق الاجتماعي اليوم نعيشه في حالة نتاع استنساخ التجربة المصرية الملهمة الرائدة اللي تواصلت 5 سنوات وأدت إلى وضعية الطابور في كل مظاهر الحياة، في الإدارة، في الشارع، في مستلزمات الحياة اليومية للمواطن التونسي اللي بكل أسف رجع للعصر الحجري. هل شبهتها بالتجربة المصرية؟ وجه الشبه؟ وشاهد شاهد من أهلهم. أنا نعرف مصر من زمان في القوافل لكسر الحصار من 2008، نعرف كيفاش تصير الدولة المصرية وكيفاش تسير من الداخل بأسلوب مخابراتي و بطريقة لإذلال وتقليم أظافر الشعب في مطالبته الحرية و قص الأجنحة نتاعو حتى لا يحلق عاليا في سماء البلد. جيت برشا في قافلات نتاع فك الحصار. مشيت مع جورج قلوي في شريان الحياة 3 مرات، في قافلة الوفاء للاتحاد العام التونسي للشغل 2008، بعدين قوافل كسر حصار، العدد يوصل 54 مرة. شنو السر اللي انت تتواجد 54 مش اللي يجيش شي تواجد في قافلات فك الحصار؟ فلسطين اول شيء بالنسبه لي انا ان اكون، علمتني ان اكون انسان. علاقتي بفلسطين ابتدت حتى من قبل كتوانسه الكل، ارتباط جذري مع فلسطين، لكن حديث حمام شط غيرت حياتي كلها بما اني حضرتها وكنت حاضر فيها وقمت بالاسعاف واكتشفت كيف كانت هذه العملية تدار عن طريق عملاء والاختراقات، ونفس الوضعية اللي نعيشوها في 85 عن طريق، فهمتي، العميل شيمو للو هذا الصيدلي العميل مع محمد حروش الطبيب في باجة، هذا فهمتني خلية في تونس، أي خلية المصاد في تونس هذا، وهما اللي محمد حروش ما تناولوش على مين؟ حروش مع شهاب أبادوا 18 فلسطيني بالسم القاتل، يعني قتل بدم بارد قطرة قطرة، هذا موثق لدى منظمة التحرير الفلسطينية. أيضا كان لهم مركز، محمد حروش رئيس قسم الجراحة بباجة، وكان يتولى بتكليف من منظمة التحرير الفلسطينية مداواة الجرحى الفلسطينيين الذين أتوا بهم، الجرحى المقاومين، نحكي على المقاومة، أتوا بهم من بيروت بعد إجلائهم، ونفس هو التهجير نتاع اليوم، صار تهجير من بيروت، مش تحرر فلسطين من لبنان، لا، مش تحررها من تونس، لا. تحكي لنا في جزء من التاريخ، جزء من التاريخ دكتور وفي في باجة ومحمد حروش هذا الارتباط خلاني نعتز أول حاجة بالدماء اللي حنت يدي فلسطين وحملتني المسؤولية. بعدين كنت أول من أحضر لاغتيال أبو جهاد، حاضر كنت أول من أحضر، أنا نخدم في الصحة، وكانت يدي أيضا تحنت بدماء الطاهرة وحملتني المسؤولية. هذا القائد اللي هو فجر انتفاضة أطفال الحجارة اغتيل بنفس الطريقة اللي اغتيل بها هنية، اغتيلوا الموساد، لكن الانتفاضة أبناء الحجارة ما زالوا لليوم وتستمر الانتفاضة وأصبحت طوفان. أيضا اليوم لما نشوف المقاومة تكبر، اللي قبل ما نكملوا المقاومة كشخصيتك، خطر شخصية مميزة، نشوفوك ديما في المظاهرات في المسيرات، سيرتو التفاصيل اللي قلتها لي نتأكد اللي أنت شخصية مش بالصدفة موجود. القدر تحب شيء ولا تدوق لأي شيء بنفس طاهرة بإيمان، يوصل بك الإيمان، توصل لدرجة أخرى تلقى القدريات تتجاوب معك باش تحملك المسؤولية. كنت تخدم أنت في صحة؟ كنت ممرض في المستشفى الجامعي للمونجي سليم بالمرسى. ذاك كنت أول وحود كنت حاضر على عين المكان، يعني هي القدرية ليس إلا.
نحكي له شويه على التجربه كي مشيت في قافلات فك الحصار. شنو اللي بقى راسخ في ذهنك؟ الحاجات نحبوا حاجات براتيك، حاجات شفتها. الحاجات اللي تبقت راسخه هي اللي نعيشوها اليوم وكشفتها غزه. كانت مخبيه، لانه كل الانظمه العربيه بل قول الشعوب العربيه كانت مكبله بالايديولوجيات والاحزاب. كان ولائها للاحزاب اكثر للوطن واكثر للحق الفلسطيني لفلسطين. نذكر انه لما كنا في قوافل البريه تجاه غزه، كانت السلطات المصريه تقوم بعرقلتنا واضطهادنا والتنكيل بينا، حتى وصل بها الامر لالغاء تاشيره للقافله التونسيه، قافله الوفاء سنه 2029 مارس. خرجنا بتأشيرات من سفارة مصر يتم إلغائها على الجانب المصري في السلوم. وهذه قداش من واحد؟ قافلة الوفاء التونسية 9 من الناس. هو 9 فيها 9 كمين، يعني 9 شاحنات تحمل ما هوش مساعدات، هذا دعم. دعم تسمية تختار الشعب التونسي اللي أعطاه يومها كما عمره ما عطاه. كما توا انت كنت تونسي فانت فلسطيني بالفطره. التونسي لم يقول فلسطين تاريخيا تلقاه هو الاول. وطوفان الاقصى احنا اليوم كي نشوفوا طوفان الاقصى في المسيره نتاع محمد الزواري والطائرات الشراعيه هي اللي ميلود نجح نومه، يعني ليتيكات سي تونسيه عليك باش ترفع راسك، عليك باش تدافع اكثر من غيرك، انت تحمل مسؤوليه. رجال المقاومه الفلسطينيه اغتيلوا في تونس، عندنا تاريخ وموروث مشترك تونسي فلسطيني علينا باش نتبهى به، لكن يحملنا المسؤوليه في الاغتيالات اللي صارت على ارض تونس دون محاسبه. لما تم قصف حمام الشط الدوله التونسيه في زمان الحبيب بورقيبه طالبوا، فهمتي، صار تهديد بقطع العلاقات. صحيح امريكا ما استعملتش الفيتو واعطت لتونس تعويض، لكن ما تمش البت في الامر الفلسطيني والفلسطينيين وما تعرض لهم لهنا في تونس. كذلك في اغتيال ابو جهاد خلايا الموساد ترتع دون رادع. تعرف انه في اغتيال ابو جهاد المنزل المقابل لاغتيال ابو دار ابو جهاد هي منزل مدير الامن القومي التونسي الشاذلي المحجوبي الحامي. كي وصلت ما ثماش حراسه، ابو جهاد نلقاه على 20 متر مازال دم ويسيل ما جمدش، ما ثماش حراسه. عندي تسجيل يقول الامني التونسي يقول انا محمد المروكي، هو توفى الله يرحمه لكن التسجيل مازال موجود وعند المحكمه زاد، يقول انا محمد المروكي كنت نشتغل في منطقه كارتاج وفي الحراسه اللاصقه لابو جهاد. 3 أيام قبل الحادثه تم، فهمت، اعطائنا التعليمات بسحب الحراسه اللاصقه و و و ايضا هو تاريخ، ولكن تاريخ موثق التواطئ موجود، التواطئ والاختراق، يعني تم سحب حتى الدوريات الراجله والسياره ما انتهى منطقه امنيه رئاسيه مغلقه وسياديه قريبة من القصر الرئاسي. كيفاش يتم اغتيال أبو جهاد في الظروف هذيك؟ ومن أمر بسحب الفرق الأمنية اللي موجودة ثميكة اللي هي المنطقة هذيك يسكنوها كلها دبلوماسيين وأيضا القصر الرئاسي؟ كل العمليات في كل أحداث كيف ما هكا لابد من الاختراقات، وهي اللي وذاك تاريخ. كلمة أخيرة. ليس اختراقات بل هي عمالة، واليوم غزة كشفت وجه العمالة على حكام العرب، حكام العار والذل. لو مات كلب ترامب او بايدن او نتنياهو راهو مشاو يعزوا فيه. اغتيل هنية بمخابرات عربية وصهيونية ولم يحضر اي عاهر عربي، مش عاهر عربي،